الله الرحمن الرحيم. النهارده قعدت غريق الشك واخلفه السردين. السردين زي ما انتوا شايفين كده، بس انا قطعت راسه بقى لما تيجي تخليه تخلص كده تيجي كده هطلعها كده، وعايزه تبصها بالمقص تبصها كده، لكن انا بقى عشان يبقى سريع بقوم اعملها كده كده هقوم اطلع منها بقى المصطلح. طبعا بقى بقصها اهي. اللي عايزين يتعلموا يعني تخلي السردين، طبعا الحته اللي فوق ده هي ملهاش اي لازمه، يعني ما تتاكلش السردينه، مع انها اللي هي بس البتاع زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا المقص اهي، طبعا السردين بتعمل منين؟ سردينه عريضه حلوه، وخطوطنا كلها حلوه والله. والنهارده الجو حر قوي، يعني مش عايزه الجو حار، الجو حر موت. يعني اللي عايز بقى يزهق من الطبيخ مش احسن من كتير، تاكل تشرب حاجه ساقعه كده وانت روحك بقى تاخد لك كده 3 4 5 6 وتاخدهم كده وتروح تشم الهواء في حديقه اي حاجه، يعني في البيت مش مشكله، المهم ان انت ايه تشم. طبعا انا بقصقص لكم كله اهو، قصقص طوال بعمل علبه، وشو بقى طريقه الخلق بتاعته اهي، عشان في ناس كتير بتقول لي بطئي انت بتعملي. شوفي ايدك فين اهي، سبعك اهو، وطبعا بتطلع زي ما انت شايف كده. تاخد العلبه اهو وتكمل برضو اهي، شوفي ايدك هنا اهي، صوابعك هنا اهي، تطلع زي ما انت شايف. واحده كمان عشان ما تزعلوش. طبعا قصقصت بقى وهو مقصقصة كله، عشان في واحد يعني عزيز علينا اوي. خليني بسيف السردين، طبعا بعمل السردين ده فريش، يعني بعمله ايه بعمله، مش بحطه زي السوبر ماركت كده لا لا، انا بعمل الحاجة صبحة، يعني تطلبيني قولي لي اعملي لي البيت سردين اعمل لك علبة صبحة تاكلها كده، لا زيت يبرمخ فيها ولا مواد حافظة ولا قرف. كل اللي بتعمل ده قرف سوبر ماركت والحاجات اللي بتتباع فيه ده، اهم حاجه كده تاكلي حاجه كده جاهزه كده من ايد ام احمد، والله دي نظيفه وحلوه وجميله وكل حاجه، وفي الميه وفي الهدوء وكل حاجه جميله اهي اهي. يعني نعدت عليها واحده مفركته شويه، لازم تعدي عليكي واحده كده، يعني ما تقدريش تجيبيها، يعني مش كله يطلع معاكي كده، بس هو بيطلع معايا كده مفركته شويه. تبع بتاع السردينة عند المعاكس، يعني يكون كده ما يجيش في ايدي، ما يجيش في ايدي 10 دقايق. يعني لو سبت بيت جدع كده تتعلم كده تبقى شاطرة وشطورة وأمرة وأمورة، هتقعد تتسلى كده وتعمل علبة السردين لجوزها وتخش التلاجة تجوع، تخش تلف سندوتش وتاكل زي الجبنه، بدل ما تخش تلف سندوتش جبنه ولا بتاع، تخش تلف لك سندوتش بقى ايه سردين من جواك. يا جمال ويا جمال، لا حادق ولا حاجه، وجميل وبيعجب الناس كلها. سردينه طريه وجميل جميله جميل، شفتوا صنعت احمد برد، يا حلاوتك يا احمد اهي. يا جمالك يا يا فرقعهم يا والله يا جماعة الدنيا ما بيستاهل حاجة، اقسم بالله النار اللي احنا فيها دي، يعني البني ادم يعرف كده ان احنا نار. شوفوا ما بالكوا بقى نار جهنم، ما تعمل ايه جو نار، وما احنا شايفين نفسنا، يعني الناس تقول الحمد لله على كل حال، البني ادم مننا غلبان والله، اي حاجة تتعبه. يعني انا ضهري كان وجعنا ورجالي حاسه ان هي اموت، بس الحمد لله والله ماشيه ببركه ربنا كده. يعني ما بحبش الدكاتره عامه، ما حدش الدكاتره ما تزعلش مني، بس انا مش بحب اراعي الدكتور،
ما انا اقول بقى الموتى لما تيجي تيجي مره واحده يعني خلاص اعرف ان انا عندي حاجه ام ميته. لا احنا دخلنا على الموت بقى، لا احنا دخلنا على السردين. طبعا بقى بشر لكم السردين اهون، طبعا احط له ديكور كده يا جماعه. ما العين بتاكل قبل البق، يعمل يجي لك علبه كده متودبه وجميله وشكلها حلو وتاكليها غصب عنك. يعني لما تحط سفره كده والسفره تكون منظمه صدقيني والله لو الاكل ما هو حلو هتاكليه. ليه بقى؟ اهم حاجه تنظيم الحاجه والشكل الجميل. لما يجي لك علبه بقى متنظمه وشكلها حلو ومحطوط لها الزيت هتحطها في الثلاجه وتاكلي يعني على طول. هتطلعي وتعملي سندوتش وتاكلي. شوفوا بقى انا بعملها اهي. بصي الدور الاول اهو مطلعه المصارين طبعا، وبتقومي جايه من هنا كده اهي قصه اهو اهي اهي. بتطلعي السردينه بصي يعتبر العظم بقى كله طلع هنا. اللي عايز بقى يقرقر من نسوان لان الحريم كله بيحب القرقر. بتقومي واخده جاي لكن هي السردينه يعني بقى اللي هي الحتتين السلحتين دول يطلعوا بقى العظم ولا اي حاجه في قلبه منه. تطلعي وتحطي في السندوتش على طول، اهم حاجه تطلعي وتحطي في السندوتش. وطبعا انا عندي برضه فسيخ المخلي كله، والله ما بعمل حاجه عيني يعني. بس بحط الحاجه في الثلاجه عادي، بحط الحاجه في الثلاجه مش ما بتبقاش زي ما بتبقي انت عامله. وطبعا بقى بحط عليها الزيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه ما كانش لا يلا ما بنشتغلش كتير. طبعا موجود فين؟ المهم بقى طبعا هكمل الشيء ده هو لان كان جاي واحد يعني مش عايزين حاجه اهو. خلاص كده العلبة حطيت لها الزيت وتبقى نفس النظام كده. طبعا برضك عندنا النهاردة عندنا حبايتين كيلو ان شاء الله يعني عندنا حبايات كده. عندي كده برضو الحبايه كيلو اهي اهي، وعندي الحبايتين كيلو. طبعا الجو حر ما بعرفش طبعا السمك يعني الجو حر قوي. وعندي كل التشكيله يعني عندي كل التشكيلات. عندي 4 وحدات كيلو مش عارف اطلع سمك وطلعت مش عارف ايه. عندي 4 وحدات كده اهو اهو 4 وحدات حلو وجميل اهو ما شاء الله عليه. وعملنا سمكة بلدية صغيرة كده جميلة 4 وحدات تحفة تحفة تحفة. ألف أنا اللي هاكلها سنينة زي ما انتوا شايفين كده اهي. فهو مع كده كل اللي انتوا عايزينه يعني كل اللي انتوا عايزينه موجود. طبعا كل حاجة موجودة لأن أنا كل يوم بطلع بقى زي ما انتوا فاهمين. بس الجو حر والله انا متضايقه نفسي. وبقول لكم اني نبراء امام مدرسه السبايع ومالناش فروع اخرى. وعايزين نوصل لها مدارس خير. اللي عايز توصيل برضو مصر القاهره قصدي دمياط كل البلاد يعني اللي بقدر عليه بعمله واللي بقدر عليه تكلموني 010-33-2707-44. وعندي نينجا برضو جميله كلها مطرقه اقسم بالله. انا عندي نينجا مالها هجوم البطروح بطولها كده يعني البطروح بطول اللي جايه بعملها برضه مخي. لو انتوا عايزين هات نينجا كده هات التليفون وهات له نينجا مرانا. وطبعا انا عندي الرينجا اهي ما شاء الله على جماله. شوفوا الرينجا اقسم بالله البطروح بتاعها كله بطول اللي جايه يعني انا بطروح واحده اهي البطروح بطول الرينجا اهي. بريكة نظيفة اهي. الرنجة كده لون الذهب شايفين لونها عامل ازاي؟ حاجة ذهبي كده ما شاء الله. شايفين الرنجة
والبطروق واللحم بتاعه ما شاء الله عليه. ده بطروق اهو، بسم الله ما شاء الله، لو تقطع على جمله اهو. ده البطروق بتاعي بنجاه مطلعه لسه الوقت اهي، بنجاه جايه لنا سخنه لسه جايه الوقت. او اللي عايز بنجاه عندي اللي هي المبطرخه، اللي البطروق بالحبايه بطروخه قد يعني قد جسمك. العاشق البطروق وعاشق البنجا النظيفة يجي عندنا سكن البحار من وراء أمام مدرسة السنية أمام مشفى أخرى. واللي عايز يطلبني وأنا عندي كل التشكيلات وعندي أحلى في طول الأسبوع، عندي أقسم بالله كده زبدة سمنة سايحة قشطة مهلبية كل حاجة، وأسعارنا جميلة 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 جميلة. واللي بيجي أنا ما بقولش سعر، أنا قلت وعودت النبي ما بقولش سعر. أنا ببدأ عندي من 60 جنيه، من 50 جنيه ببدا لحد يمكن 100 جنيه. اقصى سعر عندي يعني لو قلتها هزق زق، يعني اللي بيجي عندي حتى لو قلت كيلو ب 100 جنيه بيجي عندي المحل بتعمل له احلى واجب، احلى واجب والله اقسم بالله احلى واجب. اللي بيجي على دماغي واحنا ما بنزعلش حد، واللي عايز تسافر البحر يطلبه في اي وقت، عايزه بالليل ابعت لك، عايزه الصبح ابعت لك، في اي بلد اي بلد ببعت فيها، يعني كل البلد ببعت فيها، من ادوارنا هنا ببعت. نبارو طبعا من المنصوره لو عايزين نص الليل ببعت، نبارو برده لو عايزه نص الليل ببعت لكم، يعني احنا تحت امركم في اي وقت. وما تنسوناش بقى، واني عامله صفحه على اليوتيوب في سخان البحر ومحمد، خشوا بقى واشتركوا لي واعملوا لي لايك وشير وكده وباين الاشتراك وفعل الجرس. الجرس الجرس اللي بيتفعل ده ماشي. ويا رب يا رب يديك الصحه والعافيه ويعدي نقطه الحر دي على خير، ويا رب يشيل كورونا بقى الحر دي، موتها واخفيها من حياتنا الكورونا دي، تروح بقى من حراره الجو اللي جت دي. يا رب بعد عننا وبعد الامراض كلها عننا، وجعل ايام سعيده وسنه سعيده علينا يا رب يا رب يا رب. وانا محتاجكم برضه السردين النهارده، وعرفتكم لسه هو، ومش عايزه اقول لكم احنا يعني احمد برضو ابني ربنا يبارك فيه، هو اللي بيعمل لي برضه كل حاجه، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويجعله اسعد واحد هو واخوه. يا رب يسعده من عند الله السعاده، والله تيجي كنز يا جماعه، واللي بي ربنا امن منهم بيسعده بيسعده. يا رب يا رب يا رب يا رب يوعدني برضو بحاجه كبيره تكون سبب بسبب الشهره بتاعتنا، تيجي لنا حاجه كبيره حاجه كبيره، علامي قناه كبيره، حاجات كبيره كده، شفاف كبيره. يعني جالي شفاف كبيره برضو وجالي شفاف صغيرين، بس انا عايزه اكبر واكبر واكبر، وباذن الله الكبر والنجاح من عند ربنا. طالما احنا ماشيين ومرايين دمرنا الحمد لله، بنت اللي بتكون حاجه حلوه. وبقول له لو انتوا حاجه ما عجبتكوش ترنوا عليا مش اللي ياخد مني فسيخ، لا ما قعدتش رايح لها تاني، لا انت خدتي مني فسيخ ما عجبتكيش ترني عليا. ماما احنا بتفسيخ في كذا كذا، اقول لك حاضر تعالى وانا اديكي غيره مره واثنين وثلاثه وعشره، كررت الكلمه دي. واحنا طبعا تحت امر الناس كلها، وطبعا بيجي الناس بتقابله احلى مقابله والله، وانا ببقى سعيده قوي اللي بيجي له ببقى فرحانه. ويا رب يسعدكم كلكم وسلام.